السلام عليكم. اليوم جيتكم بوصفة هي حلوة جافة محشية بالكفريت وحلوة الترك ونطموها بالمعجون، وهي عجينة سابلي كما ما فين نديروها. مي أنا وش درت لها؟ زدت لها في العجينة، نزيد لها لحدة تاع غبرة. نوريكم المقادير اللي درتهم. أنا هنا عندي في إناء 250 تاع زبدة طرية، عندي 3 مغارف تاع لحدة، عندي كاس نحولو منه صبع تاع سكر كلاسي، عندي كاس تاع نشا، عندي نص باكي تاع خميرة الحلوة، وعندي حبة بيض ولافاني هاليك، والفارينات تعود على حسب الحاجة تاع العجينة اللي نسحقوها، ما عندهاش مقدار معين. وكالحشوة تاعها انا عندي هنايا قفرت نفتو، وعندي معجون المشماش، وعندي هذه الحشوة، وعندي حلوة الترك، هادو نخلوهم في الآخر، وعندي شيكولا للتزيين. ومن بعد كي نلحقوا مرحلة التزيين ونحشيوها نوري لكم إن شاء الله. دوك أنا هنايا، أنا كما قلت لكم مسبقا، أنا عندي زبدة طرية على حسب الغرفة المطبخ، نديروها ونديرو سكر غلاس، تحبي بالباتور تحبي بيدك. انا نخلط كلش على جه. هذه العجينه ولا اروع، تجي خفيفه، تجي ما شاء الله. ونزيدوا لها مغرفه تاع نشا، عفوا وكوب تاع نشا. دوك انا حتى نخلط هذه المواد، نزيدوا لها كوب تاع نشا. هاي ليك، بعد ما خلطت حبه بيض مع كاس تاع سكر كلاسي و250 تاع زبده، انا هنايا نزيد لها 3 مغارف تاع لحده. تمد هذه 3 مغارف تاع لحده تعطي لها ذوق ولا اروع. نزيد لها كاس تاع نشا هكذايا ونخلطوهم. هاي ليك، حوالي 2 معالق تاع زيت عادي، هذه 2 معالق تاع زيت عادي، زيد لها خفه في الاخر في العجينه. دوك انا نخلط هادو. انا نقدر ندير بالباتور، مي انا حبيت نوصلها لكم، سما ميم بلا باتور نقدروا نخدموها بيدينا. هاي ليك، بعد ما خلطتها هاي ليك غير بلا سباتشي تخدميها. انا هنايا نزيد لها لافاني، تجي ذوق ولا اروع، نتمنى ان شاء الله تجربوه. هنايا دوك هنايا نخلطها غير شويه، عفوا هاك. بعد ما خلطتها دوك انا هنايا نزيد بالتدريج الفرينه كما قلت لكم تكون مغربله. دوك هنا كما قلت لكم راني بديت ندير في الفرينه، وندير هذاك نص باكي تاع خميره الحلوه هاك، نلموها ما تعجنيهاش شو اخت، طمي برك كما راكي تشوفي هكا. كما قلت لكم تكون عجينه متماسكه برك، ما تكونش يابسه، باسكو هادي عجينة الصابلي. هاي لك المرحلة اللي لحقنا عليها، شوفوا العجينة تكون طرية، تجي ما شاء الله الرطبة ليس. انا هنا مسبقا راني درت غملي كليمول، انا درت اشكال كوكياج، درت دي ميني تارت، هادوما دي ميني، هادو ليمول، ودرت هادوما. دوك هادوما نديرهم العجينة وندخلهم في الكوشة، تكون اشعتيها مسبقا على 180 درجة، ياخذوا اللون الذهبي ونخلوهم يبردوا. بعد نديروا هذيك الحشوه اللي قلت لكم عليها، نوريها لكم فيما بعد. هاي ديك العجينه ناخذوا هكذا حوالي كره صغيره على حبه تاع الجوز، هاي ديك نديروها هكذا في المول كما راكم تشوفوا، نهبطوها هكذايا باسكو علاه درنا الخميره الحلوه، خاطر تزيد تنفخ مع خميره الحلوه هكذايا. نوري لكم بعض الاشكال، هذه تاع لاكوكي كوكياج، هاي ليك تجي ما شاء الله، هذيك اللحظه تعطي لها ذوق ولا اروع. هاي ليك هكذايا، هادو مصغر دي ميني تارت، ندو عجينه اصغر من الاخرى، قد صغيره شويه كبيره على حبه الزيتون هكذا. هاي ليك اخوات، نديروها ثاني، هذه مليحه للمناسبات مع لاتاي ولا مع قهوه وحليب، ولا وحدي يروح يهني بها، تجي ما شاء الله. دوك تشوفوا من بعد التزيين تاعها، هاي ليك انا دوك نكمل هذا الليمون تاوعي كاع يتيك، والعجينه ندخلها الكوشه كي طيب، نوري لكم المرحله الثانيه.
كملاحظة الأخوات نعطيها لكم، اللي عندها ليمول وخافتهم يلصقوا لها ترشهم بشوية فارينة، وكان ندخلهم الكوشة كنت شعلتها مسبقا على 180 درجة، نشوف اللون تاعهم تغير نحيهم، نخليهم شوية يبردوا باش نحيهم نديمو ليهم من مول تاعهم. هكذا الأخوات، دوك أنا نوريه لكم بعد كي نكون نحشيهم. هاي ليك الكاطو راهو في الكوشة، وهذه هي لافارس اللي راح نديرها نستعملها في هذه الكاطو الحلوه الجافه. هاوليك كفريت، انا هاوليك انا نحيت الكفريت، وهذه حلوه الترك. دوك انا هنايا انا بهذه الاله اللي قلت لكم عليها اللي ما نستغناش عليها اللي نستعملها نرحيها، تجي هايله كلي ان روبولو الكتريك. دوك انا نرحيهم وندفغ بشويه المعجون. هاوليك الاخوات بعد ما رحيتها بالاله هاي تحصلوا على هاد هاد الخليط هكذايا، تجي كل شبه كريمي كما قلت لكم. هاديك نقدروا نستعملوها هايليك، ان شاء الله تشرو هاد الاله، ما هي متوفره في الاسواق والسعر تاعها معقول. هايليك الحلوه تاعي بعد ما كملتها درت لها شيكولاد ودرتها في حمام مائي كما راكو تشوفوا. هايليك هادو دي ميني تارت اللي قلت لكم عليهم، هاوليك درت لهم غير على الوجه شيكولا. هادو ما المتوسطين درت لهم هكذا نص، ولي كوكياج درت لهم غير هكذايا. دوك انا هنايا حندير لهم اخر تزيين لمسه هكذايا. انا هنا عندي عجينه السكر، انا نخدمها في الدار في البيت، كاش نهار نديرها لكم ان شاء الله. انا نستعملها بزاف وتجي ولا اروع، تجي هايله ما تخافوش. هذه كيما هذه راهي عندها واحد الشهر وهي في كونجيلاتور، تقدري تستحفظي بها مده شهر، ما تخافي ما والو، هايلك تجي ولا اروع ان شاء الله نديرها لكم. وكي تخرجوها تكون زعما استعملتوا كميه ما تلونوهاش، خلوها هكذا بيضه كيما انا درت هكذاك. حفظوا عليها في كيس بلاستيكي يكون مقي تاع خبز ولا هكذا حاجه مقيه، خبيها في كونجيلاتور. وكي تكوني حتستعمليها خرجيها واحد ساعه زوج سوايع مقبل باش هكذا تتاكدي باللي طرات لك، ما تخافي ما والو هايليك، تولي كي خدم عاوتاني خدمتي بها. هذه هي هايليك، ما تلصق ما والو، تجي ولا اروع. عندكم تاني ملاحظه كي ديروا اشكال وتلصقوها في هذه الحلوه، الا ما خاطش ما تلصق لكمش ديروا قطره تاع الشيكولا وين حبيتو باش تلصقوا الشكل اللي حبيتوه تاع لاباط تاع سكر. هايليك اخوات في صحن التقديم هاني كملتهم، يجوا ما شاء الله. انا زدت رشيتهم بسكر غلاس باش ما تجيش كحله كاع عيتيك، كل وحده وذوق تاعها في التزيين. الله يبارك النساء تاعنا، الله يبارك عندهم افكار ولا اروع، كل وحده وافكار تاعها في طريقه التزيين. انا لحقت لكم الفكره برك. كملاحظه الاخوات هادوما الا درتوهم صغار يقطعوا لكم كميه كبيره، يقطع لكم مليح، ولا درتوهم هكذا متوسطين يقطع لكم كميه معتبره. يتوالم مع لاتاي وقهوه حليب وعليه لا لا. ذوق الكفرت ما يبانش كاع فيه اللي ما درتيش، هذه ان شاء الله تجربوه باش تعرفوا واش راني حابه نقول لكم. وديروا لي جام والتعليقات وبارطاجيوهم للاخوات ولا للعائله، كثروا لي جام باش نعرف باللي راني ندير باش نواصل في العمل تاعي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، في قناتي ووصفات وادواق في رعايه الله.